فعلشان نعمل الكيكة اللذيذة بتاعتنا عايزين 2.5 كوباية دقيق، عايزين 1.5 كوباية سكر، ربع كوباية كاكاو، 2 معلقة صغيرة بيكنج باودر، 1 كوب زبدة اللي هو 200 جرام، يعني 3/4 كوب حليب، 4 بيض وفانيلا. للوش عايزين بس 200 جرام جبنة كريمي، هما يمكن لا عايزين معلقة صغيرة سكر بودرة و200 جرام جبنة كريمي، وعايزين 2 معلقة كبيرة كريمة، اوكي، وعايزين فانيلا. اول حاجة عايزين ناخد الزبدة اللي عندنا وهنخلطها مع السكر، والزبدة تكون بحرارة الغرفة، وهناخد معاهم السكر. بس خلينا كده بس نضرب لفة بس الزبدة بتاعتنا الاول لوحدها، وبعدين نبتدي نضيف السكر. هنضيف البيض بالتدريج، وزي ما دايما بقول لازم نتأكد من الجناب ومن القاع، دايما لازم نتأكد ان هما مخلوطين كويس مع الخليط مش لازقين في الجوانب. الدقيق والكاكاو والبيك هنحط الفانيلا، صحيح اسفة. هنحط بقى عندنا هنا الدقيق، هنحط الكاكاو، وهنحط البيكنج باودر ونخلطهم مع بعض. هحط نص الكمية وبعدين هحط الحليب، وبعدين نرجع نكمل بقية كمية الدقيق. ناخد اللبن، نكمل بقى بقية كمية الدقيق، وكده تبقى الكيكة عندنا جهزت. طبعا في كيكات تانية بيبقى نسبة الكاكاو فيها اكتر، فهي دي يعني الكيكة الكاكاو فيها نسبتها خفيفة، يعني الشوكليت فيها مش قوية قوي يعني. ناخد بقى القالب بتاعنا، القالب بتاعنا طبعا لازم يكون مدهون بالزبدة او بشوية زيت مش مشكلة، وكمان بشوية دقيق. هناخدها ونحطها في القالب دي، بقى هتخش الفرن على درجة حرارة 180، بتقعد تقريبا ساعة. دلوقتي احنا عندنا هنا الجبنة الكريمي اهي زي ما اتفقنا، هنحط لها السكر البودرة، وهنحط لهم شوية، احط لها شوية فانيلا، وهنحط لها شوية كريمة، وهنقلب الكلام ده كله، وده هيبقى التوبينج بتاع الكيكة بتاعتنا.